السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته السيد دكتور قريبان الحال. حياك الله مولاي. بارك الله فيك، كيداير؟ صحيح مزيان؟ الله يطول عمرك صاحب قدر. الوليدات لاباس، العائله كلشي مزيان ولله الحمد. الله يبارك فيك مولاي. بارك الله فيك على هذا البرنامج اللي دايرين لينا، وكنشكرك بزاف. وراه الانسان الا ما سمعش هذا البرنامج راه بحالي ما عمرو خلق الدنيا. استغفر الله. هذا الكلام ديالك. الله يكبر بك اخويا، الله يعزك صاحب قدر. عمي الحاج بارك الله فيك، حفظك الله ورعاك. كيداير بخير؟ الله يرحم والديك. الحمد لله، شكر الله تعالى. عمي الحاج، بغيت نطلبك واحد الطليبه، الله يجازيك بخير. مرحبا. شي دعوه الخير. انا راه ما عنديش الدراري، هادي دابا شي مده ديال 7 سنين باش تزوجت. الله اكبر. وعييت، مشيت للطبيب، مشيت ما خليت في الله، مشيت ومازال ما جابش الله الدراري. بغيت شي دعوه الخير منك. يا ربي يا كريم. وإلا جات على خاطرك، عندنا واحد المسجد كتبناه وحنا غير في الباديه دابا في الجبل. أيه. وما وصلاش ليها الطريق، والسلعه كتنزل لينا بعيده، وكنقلوها حاشاك شرف الله وقدرك بعدها غير بالبهايم. أيه. والخدامه والسلعه يعني خصنا شي شويه ديال العوين. بارك الله فيك. لبناء مسجد. لبناء المسجد. أيه. قول لي صاحب قدر، هذه المنطقه في الحسيمه فينا منطقه بالضبط سميتها؟ دائرة ترقيست. دائرة ترقيست. جامعة تمديقت. تمديقت، نعم. واحد الدوار كاين في جبل سميتو ورسان. ورسان، هي. والجامع ما واصل ليهاش الطريقة وديها سي الحاج. فين وصلتوا الآن في الجامعة سي عبد القادر؟ ضربتوا الضالة ولا درتوا السواري؟ لا، درنا الطبلة ديال الأرض. أييه. ودابا راه حنا طالعين كنعمروا السواري، عاد مازال ما كملناهمش باش نديروا الداله الفوقانيه. شحال تقريبا المساحه الاجماليه ديالو؟ المساحه الاجماليه فيها شي 200 متر. تبارك الله. هذا يصدو في اهل ولا الدوار؟ غير الجامع ديال الدوار. في الصومعه؟ فيها الصومعه، فيها الخطبه. هي صعب قدر باذن الله. بإذن الله تعالى. الله فيك أودي أسي الحاج، وشي دعوة الخير من عندك. يا ربي يا كريم، يا ربي يا كريم. يجيب الله التيسير من عندك. الله يرحم الوالدين والله يجازيك بخير. يا رحمن يا رحيم يا ودود يا عظيم. الله يكمل لك الرجاء. الله يطول عمرك. الله يكمل لك الرجاء سعب قادر. شي صحة جديدة. بارك الله فيك. شكرا لك أخويا، حفظك الله ورعاك. سعب قادر، أول حاجة أيها الأحباب الكرام، هذا الرجل الفاضل الذي حرم من الأولاد، والوقت اللي عنده كيوهبوا للاعمال الاجتماعيه والاعمال الصالحه. هم الان راه كيبنيو هذا البيت من بيوت الله للمساجد، خصوصا في الدواوير والاماكن اللي هي بعيده، يتكلف بها اهل الدوار او اهل البلده، وكيكونوا اهل الاحسان، كيديروا يديهم مع الناس وكيبداوا في البني. كم من مسجد انا اذكر عن طريق هذه الاذاعه تم بناء عدد كثير من المساجد، فقط كنقولوا النداء هكذا والناس كيسمعوا، ومن بعد الناس كيتوجهوا للعين المكان. كل اللي ولاد المنطقه قراب، كل اللي كيجيب السيما، كل اللي كيجيب الياجور، كل اللي كيجيب الحديد، كل اللي كيجيب الخشب، وكل اللي كيعطي واحد القدر ديال المال، وكدوز واحد المده قليله، وحتى كيتصل بنا الشخص كيقول لك لقد بني المسجد وتم افتتاحه اليوم الجمعة، وصلى فيه الناس، وجا القيد ولا جا رئيس الدائرة ولا، وجاوا فتحوه والحمد لله، وتمت كلمة الله هي العليا. هذا غير بمبادرة بسيطة، كيقول في الأول غير واحد البداية بسيطة، ثم أول الغيث قطرة ثم ربنا عز وجل يأتي بالخيرات. فهذه مناسبة، الناس ربما اللي هم مدعوون أكثر للمساندة هم الناس ديال إقليم الحسيمة، راكين في الدار البيضاء. حنا الان في الدار البيضاء، العاصمه الاقتصاديه الكبرى للمملكه، كاين بزاف ديال الناس اللي هما ولاد الحسيمه،
هنا هم مستثمرين هنا في المغرب في الدار البيضاء أو في المدن الكرة أكادير أو مراكش أو في طنجة، كتلقى مستثمر كبير. هؤلاء وخا يكونوا غير خمسة ستة سبعة الناس، راه كيقدر أنهم كيقولوا هذيك بلادنا والدوار ديالنا والمنطقة ديالنا حنا أولى بها، وكيمشي والناس يساهموا. بحال واحد المسجد في اليوسفية ساهموا فيه الناس تاع الدار البيضاء ولكن هما ولاد اليوسفية، وأيضا مسجد في خريبكة ساهموا فيه الناس ولاد خريبكة ولكن هما في الأصل هما في الدار البيضاء لكن الأصل ولاد خريبكة، وكذلك في بن حمد وكذلك في الرحامنة وكذلك في تارودانت، واحد مجموعة مساجد بنيت كيبنيوه للدار البيضاء لكن هما في الأصل كينتميوا لديك المنطقة، كيكونوا غير خمسة ستة سبعة. مرة واحد في 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 تارودانت ولد المنطقة كان في الصين الشعبية، وسمع النداء هو في الصين الشعبية عن طريق الانترنت، وسمعوا ملي تمجي راجع من 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 الشينوا، رجع وجاب معاه الخير وجاب معاه وساهموا معاه بعض الشينوا المسلمين، وجا للمنطقة تمايا وصوب للجامع وقاد الطريق وحفر البير ودار نهضة، نهضة اقتصادية واجتماعية، لأن كلما قلنا هناك مسجد يبنى هناك الحياة تبنى حوله. فمجرد أن يبنى المسجد أول حاجة بعدها غنضمنوها هي الأخلاق والقيم الدينية. منطقة ما فيهاش جامع معناها غيكون فيها فراغ ديني، ولك الفراغ الديني لك أن تسأل عن ما سوف تفرزه الحياة، الإجرام والخطايا والمشاكل والاصطدامات والمحاكم ممتلئة بالخصومات. لكن إذا كان هناك جامع راه الدوائر الأمنية مرتاحة، الناس كيتوضاو وكيصليو، والفقيه في الجامع كيعطي التوجيهات عن طريق خطب الجمعة ولا عن طريق الوعظ والإرشاد ولا عن طريق الكراسي العلمية، والكتاب القرآني كيستقبل الأولاد ديال الدوار يحفظهم كلام الله تعالى وكيغرس فيهم القيم الإسلامية. كتلقى الحمد لله المجتمع متخلق، المجتمع هادئ، المجتمع سهل الحوار معه، سهل التوجيه. لكن إذا كان عنده فراغ كيكون متمرد وكيكون قابل للطغيان وقابل للمعصية والعصيان. فلهذا كنقول بأن المساجد هي صمام الأمان في كل منطقة. أي نعم هناك وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية هي مكلفة ببناء كبريات المساجد التي تلخص هيبة الدولة وعظمة الدولة، كتكون مساجد فيها 1000 متر 1500 متر، كتكون جامعة. لكن في الدواوير كتكون مساجد هكذا على قد الحال، فيها طاقة استيعابية محدودة 150 متر 200 متر 300 متر 400 متر اللي كيقوموا به عادة هما أهل الدوار وأهل البلدة وأهل الإحسان. فهذه مناسبة أخونا السي عبد القادر كيقولين بأن هذا المسجد يوجد في دائرة ترقست، دائرة ترقست جماعة تمديقت، جماعة تمديقت دوار ورسان، دوار ورسان. التليفون ديال السابق قدر هو معي إن شاء الله تعالى، والناس ديال المنطقة من أراد أن يذهب إلى عين المكان إذا كان عنده القدرة على التواصل والمواصلات يمشي إلى عين المكان ويساهم تما إن شاء الله تعالى. كاين اللي كيجيب واحد الكاميو ديال الياجور أو ديال السيما أو ديال الحديد أو كيتوا مع بعض الناس النجارة وكل حاجة، يعني اللي كيدير يدو في هذا العمل الصالح راه عنده عمل صالح. وطبعا اللي هو اتخذ ذلك كوسيلة للتكسب الغير مشروع فهذا أكبر خسرا، لأن الله عز وجل يعاقب المذنب على ذنبه، ولكن يعاقب الذي يتخذ الله سببا للوصول إلى الأهداف بعقاب أشد. وهذه الناس الحمد لله احنا تعاملنا واحد العدد كبير معهم، ناس كلهم فيهم نزاهة وفيهم الصدق ويخافون المولى عز وجل، وكتلقى كينفق من وقته وكينفق من المصلحة ديال الأسرة دياله ومن العمل دياله باش يخدم المصلحة العامة، ولأن فيها أجر وتواب عظيم. السي عبد القادر دابا الآن هو ما عنده وليدات 7 سنين بس مزوج، لعله كيجري في هذا العمل الصالح ويتقرب إلى الله باش ربي عز وجل يحن عليه ويرحمه ويكتب ليه واحد الذرية طيبة. فاللهم يا رب العالمين، يا مجيب الدعوات، يا قاضي الحاجات، هذا عبدك
الخاضع لجلالك سعب قادر. اللهم يا ربي إنه ينتظر منك الرحمة وينتظر منك الكرم وينتظر منك الجود. اللهم بشره بالذرية الطيبة، بشر زوجته بحمل قريب. اللهم ارزقه الذرية الطيبة، الذكور والإناث. اللهم إنه استشار الأطباء وطرق الأبواب واتخذ الأسباب، ولكن أنت رب الأسباب، وأنت يا رب أمرك بين الكاف والنون. إذا قضيت أمرا إنما تقول له كن فيكون. عجل له بالفرج وارزقه الذرية الطيبة. اللهم ارزقه كما رزقت إبراهيم على هرم، وارزقه كما رزقت زكريا على كبر. وارزق يا ربي في شبابه وأسعد قلبه، ووفقه لهذا العمل الصالح حتى يبنى هذا المسجد ويذكر فيه اسم الله، ويكون منارة للفقه والحديث والذكر والعبادة والتضرع إلى المولى عز وجل. قولوا معنا جميعا آمين 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 يا رب يا كريم. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.